بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك، واشرح صدورنا للإسلام، وعلمنا مرادك من كتابك، واجعلنا في ظلاله إلى أن نلقاك، واهدنا واهد بنا يا رحمن. مع كتاب الله وفي سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يقرر شأن الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. الوصية لها إنشاء ولها إثبات. إنشاء الوصية لا يكفي فيه عقد القلب، عقد القلب يعني نويت وصممت في قلبك وعقدت النية. عقدت النية يعني ايه؟ ما هو ساعات الواحد يجيله خاطر، هاجس، خاطر، حديث نفس، هم، وبعدين يجي النية. يبقى النية دي من مراتب القصد المؤكدة. النية هي القصد المؤكد. خطر في بالي كده ان اعمل وصية، ما ينفعش. طيب الخاطر تحول الى اشد منه حديث نفس، برضو ما ينفعش. هم نفسي طاقت وتشوفت ومالت الى ان اعمل الوصية، برضو ما ينفعش. طب انعقد قلبي عليها ولم انطق، ما ينفعش. الله، مش ربنا رب قلوب؟ قال لا، رب قلوب في العبادات، رب قلوب في الاذكار والادعية، رب قلوب في النوايا الحسنة وفعل الخيرات. لكن في العقود لابد من الالفاظ. ما ينفعش انوي بقلبي ان انا اتجوز، لازم اروح لبنت الحلال تقول لي زوجتك نفسي، او وليها يقول زوجتك بنتي او اختي، واقول قابلت. ما ينفعش اسكت كده اهو والراجل بيقول لي زوجتك ابنتي وانا ساكت كده اهو. ها، وافقت ولا لا؟ قلت له يا اخي ربنا رب قلوب، بقلبي، هي في قلبي من جوه، لكن كلام ما فيش. ما ينفعش. ركن من اركان العقد قال لابد ان يقول زوجتك نفسي، والتاني يقول قابلته. طب واللي في القلب من غير لسان؟ ما ينفعش. ولو كان الاتنين بيحبوا بعض، دايبين في بعض دوبان، وبرضه ما ينفعش. لابد ان ينعقد العقد باللفظ. ده بنسميه مرحلة ايه؟ انشاء العقد. عقد الزواج لابد فيه من 2 شهود حتى يتم، لابد فيه من الولي عند الشافعية، مش ضروري عند الحنفية، حتى يتم. اركان كده. طب والوصية؟ الوصية عقد من العقود، يبقى لابد فيها في انشائها من اللفظ، ما يكفيش عقد القلب، فلابد ان اقول اوصيت. نمرة 2، اوصيت بايه؟ بما تملك، مش بملك الجيران. ما تقولش اوصيت بالمبلغ اللي مراتي محوشاه في البنك بتاعها. الله، طب وانت مالك وما المرات؟ انت بتوصف ملك غيرك، لازم يكون في ملك، ولابد ان يكون اقل من الثلث، ولابد ان تعلم لمن اوصيت. ما ينفعش الوصية للمجهول وتقول والله انا اوصيت للواد اللي ان شاء الله ربنا هيخلقه في 8، كمان 2 سنين، من بنتي دي.
طب افرض ما ربنا ما رزقهاش الواد ده، طب افرض رزقها، ولا الكلام ده ينفع لأنها وصية لمجهول. يبقى لازم نحدد الفلوس دي هتروح لفين، هي قد ايه، صنفها ايه، قدرها قد ايه من ملكك، وهكذا تحددها كويس قوي. ده الانشاء. بعدين يجي دور الاثبات، وفي الاثبات لازم 2 شهود، او تروح توثقها عند شهود العدل اللي هم دلوقتي بنسميهم الشهر العقاري. ما الشهر العقاري دول الشهود بتوعتنا اللي هم شهود العدل، سجلها في الدفتر، يختمها بالختم بتاع النسر، ويطلع عليها رقم وتاريخ. شهود اهو، اثبات اهو. هي دي الوصية ولا دي اثبات الوصية؟ لا، دي اثبات الوصية. يبقى الاثبات قد يتم بالشهادة، وقد يتم بالكتابة، وقد يتم بالتوثيق اللي هو عامل زي الشهر العقاري ده. فمن بدله بعد ما سمعه، يبقى بيعمل ايه؟ يبقى بيقوم بعملية تزوير. الواد راح في الشهر العقاري وراح قطع الايه، الدفتر، قطع الصفحة بتاعت اللي متسجل فيها ده، يبقى تزوير. سرق الورقة دي وقطعها وقال للموظف لما يجي لك قول اشهد بالزور كده، يبقى تزوير، يبقى شهادة زور على طول. فمن بدله بعد ما سمعه، يبقى ده عملية تزوير. يبقى التزوير حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لأنه كذب، حكاية تخالف الواقع الذي خلقه الله، ده افترى على الله. الراجل وصى وربنا خلق الوصية هو، وانت بتقول ما وصاش، يبقى بتكذب على ربنا، بتنسب لكونه ما لم يحدثه فيه. ومن هنا كانت جريمة الكذب جريمة كبيرة. ليه؟ قال لأنك بتنسب إلى الله ما لم يقل وما لم يفعل في هذه الحياة الدنيا. إذا كذبنا في الوحي تبقى مصيبة سود، وعرفنا قبل كده جزاءها إيه. وإذا كذبنا في الواقع تبقى مصيبة سودة، وكلاهما نسبة، قول أو فعل لله لم يقله أو لم يفعله في هذا الكون. يبقى أنت بتفتري على ربنا بكذبك على الناس. فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. طب والراجل اللي عمل الوصية هيصل ليه أجر الوصية؟ والراجل اللي عمل الوقف، كتير من الناس تسأل، طب افرض بعد ما مت الأوقاف دي ضاعت، رايح لك الثواب على طول بصيغة مستمرة لأنك قد فعلت الخير في حياتك، وإنما إثمه على الذين يبدلونه. إنما أنت وصل لك الثواب. إن الله سميع لما تعملون، عليم بما تفعلون. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.